بدي يا ريت. انت بتسرقي اللبن يا بيت؟ اني ابدا والله يا جناب العمدة. شش وطى صوتك، انا شايفك بعناية دول وانت بترضعي. ابدا والله، داني بس كنت بشوفه يعني. ليكون ليكون ايه؟ هو يا بنت هبله اللبن هينزل من درع الجاموسه قاطع ولا حامض؟ يخرب بيتها بلدك على بيت حلاوتك. بس انا يا بنت انا مسامحك، مسامحك بالقوي خالص. ربي يخليك يا جناب العمده، والله يا جناب العمده انا غلبان. انا عارف غلبان، غلبانه وحلوه، حلوة حلاوة الحلويات كلها. عارفة يا بنت لو كانت ستك حافظة اللي شافتك وانت بترضع اللبن ده، ايه ده؟ ده اللبن غرقك خالص وغرق. تعالي يا بنت ما امسحهولك، تعالي امسحهولك. بس انا همسحلك اللبن مش حاجة تانية. انا همسح. انا امسح يا عمري، امسح بس بحنية. هو في ايه يا حفيظة؟ جرى ايه؟ يا مسح للغرب وشايل ذنبهم، امسح لأهل بيتك وخد أجرهم. ايه الكلام دي؟ ايه الغرب؟ بتغور يا بنت انت تجيبي مية الودو اللي انا قلتلك عليه؟ انت مصحينة ولا مصحينة؟ يعني مية ودو؟ ولا انت ما قلتلي جيبي مية ولا حاجة يا عم؟ والله يا ست حفيظة ما قالي جيبي مية ولا حاجة. ايه يا حاضر يا عمي، انا هجيب لك كل اللي انت تأمر به، بس انا ما اخدش امري بأي مية ولا غيره. والله العظيم ما حاصل. البنت بتستهبل، بتستهبل. استني هنا يا بت. ايه يا عمدي، هتتوضى هني؟ انسيت، ما انت غاوي وساخي. والله يا ست فوري بقى دمي بقى يا حفيظة على الصبح، فوري دمي. والله يا ست حفيظي ما حصل، ده جناب العمدي والله. اخلصي يا بت، انت ايه انت تكوني علشان تجيبي سيرة العمدة على لسانك؟ بس كده يا ست حفيظي ليه؟ انت تحطي لسانك في بقك وما تردليش الكلمة يا بت، وتاخدي بعضك وتغوري من هنا وما شافش وشك. والله يعني كنت جيت هنا بخطري ولا انا يعني كنت جيت هنا بخطري؟ لا بقول لك غوري يا بت، بقول لك غوري. ما انا عارفه يا اختي انه مش بخطرك، عارفه انه مش بخطرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام، تعجبني وانت تقي وانت بتخاف ربنا. الظاهر ان الواحد لا هيتوضى ولا هيصلي في اليوم ده. ايه ده؟ نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب يا عتمان. راح فين ده؟ راح فين سبع البرومبي؟ انت فين يا حنين؟ فين راح العشري؟ ايه يا ولي؟ انت واقفه قدامي وانا بكبر الصلاه؟ يو اوعي يا وليه من قدامي، خلينا نصلي فرض ربنا. لو النبي ايه؟ وهم لما بيصلوا مش بيصلوا على القبلي؟ ولا انت مسموح لك تصلي في اي جهه؟ طب اوعي اوعي، شوف برضه الست، ما توعي يا ست من قدامي. هتصلي بالشبشب؟ اهو اوعي بقى. طب واللي بيصلوا دول مش لازمهم وضوء؟ ولا هنصلي من غير وضوء؟ انتوا هتعرفيني على الوحده؟ هروح اتوض. حضري يا بنت المي. تعالى هنا وما تخرجش من الاوضه، انا اللي هجيب لك ميه الوضوء. خلاص مش مصلي. احسن عنك ما صليت. انت فاكرني بتضحك عليا ولا بتضحك على ربنا؟ انت بتضحك على نفسك يا عبيط. نايم؟ مش نايم. احسن يا بنت يا فاطمة، استني عندك يا بنت. ايه دي، هي ولا مش هي؟ يظهر مش هي. انها هي. ايوه هي. مالك يا بنت بتجري كده ملهوفه ومتسربعه، في حاجه ولا ايه؟ ابدا يا جناب العمده، اصلي رايحه اجيب حكيم الوحده الصحيه لابو العيل. ليه؟ سلامته عنده ايه؟ اصلي رجله اتجزعت، وبعد كده فضلت تورم تورم تورم، وبعد كده زرقت اخر زرقان، وانا سايباه في الدار على اخره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد إذنك حضرة العمدة، بالإذناني والنبي بس الحسن كده أنا هتأخر. استني بس، أنت رايحة فين؟ مش هتلاقي الحكيم في الوحدة دلوقتي. يا حزني يا حزني، أمال الحلقة إيه فين؟ يا بنت النهاردة موسى، كل سنة وأنت طيبة، الحكيم مش هيروح الوحدة. يا لهوي بلاك يا فاطمة، أروح أنام فين بس وأجيب نام بس يا ربي. خلاص ما تحمليش هم. وادي حسان. ايوه يا حضره العمده. تاخد الكريته بتاعتي وتشد على البندر تجيب الدكتور في التو والحال، قول له العمده عايزك وهاته على بيت فاطمه. الكلام ده صحيح؟ ايوه يا ولد، انا بهزر معاك. والعركه المنصوب اللي احنا رايحين دي، ما قلت لك سيبها لما تستوي يا حمار، هديه وطير انت. حاضر. ربنا يعلي مركبك كمان وكمان يا حضره العمده، ولا يحوجكش ابدا ولا يرميك في ضيقه. بس يا رب الدكتور ما يتاخر، لحسن ابو العيله على اخره والله. لا يتاخر ايه؟ ده مسافة ما نوصل أنا وإنت عندكم في الدار هيكون الواد راح جابه وجه رهواه. أنا الكريتة بتاعتي خصوصي، سريعة سرعة. يلا قدام قدامي عشان نروح بيتكم. عارفة بيتكم؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. إلهي يا رب يا عمدة كريتتك تبقى بأربع حسنة قدر يا كريم. يلا يا بيه عشان نروح داركم. هواني حتني ماشية قدامه كده لحد الدار، ما ده هي كمان تكون الجلابيه لازقه في وراي. يا رب ما تكون لازقه يا رب. لا لا لا، ان شاء الله مش لازقه. يا كل الحلاوه دي لابو العيله الصدمان التعبان العيان. قالوا مش عايز رجلك تتوجع يا ابو العيله، جاك اطمر ابتك على صدرك. ايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ سلام دراعك يا ابو العيله. رجله يا حضره العمده. يا سيدي ألف سلالم، ويطلع وينزل زي ما هو عايز. أنا نفسي أعرف بس مين الحمار اللي جبرها لك؟ عم زنات الحلاق هو اللي جبرها له. ده كان هيبوظها خالص، أنت شايفة زرقة إزاي؟ الله يجازيك يا زناتي، دي واخد منين قد كده؟ حرونا الفجأة جدته البعيد. أني بقى مش هعتقه زنات الزفت دي. بس عارف يا دكتور، أني حاسس كده إن الوجع ابتدى يرتاح. ما هو انا اديتك مسكن وكلها يومين ثلاثه وهفكلك الرباط وهتجري زي الحصان. يومين ثلاثه؟ ايوه. معناته ايه الكلام دي؟ ده احنا في ليله عيد يا دكتور. لا طب والشغل واكل العيش؟ بقول لك ايه، لا تقول لي اكل عيش ولا شغل ولا مشغله، لازم ترتاح خالص. يا سيدي انت مستعجل على ايه؟ بكره العيد، يعني عندك ثلاث ايام اجازه والطاحونه قافله، ورجلك دي لازم أن ترتاح خالص، آخر راحة والله. أنا الحمد لله خلصت يا عمدة. حضرة العمدة. ايوه. الباش حكيم بيلاقي حضرتك. ايوه أمال، متشكرين يا دكتور. ألف شكر يا سيدي، تعبناك معانا. الله يكرمك يا عمدة. خد يا دكتور. تخلي يا عمدة بعد خيرك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير اللهم اجعله خير. أنا لقيت حسان جاي ومعاه الباش حكيم، قلت لحدي برضه أشقر وأطمن. ألف سلامة ليك يا أبو العيلة. وبعدين يا بختك يا عم، ده أنت العمدة بذات نفسه جاي لك أهو. طب يا ريتنا أنا اللي اتعورت. عبر رقبتك يا سيدي. بقول لك إيه يا أبو العيلة، أنت لازم أن تسمع كلام الحكيم كله، ولازم أن ترتاح على الآخر أسبوع اتنين إن شاء الله عشرة، ما يهمكش من حاجة خالص. والله يا أبو العوم دي، إحنا متقلين عليك قوي ومش عارفين نرد جمالك دي إزاي. يا واد ده كلام، ده أنا كبير البلد دي، أنا عمدة الكفر كله، يعني أنا المسؤول عن الكبير والصغير في الكفر دي، أنا المسؤول. إن شاء الله تعيش يا أبو العوم دي. خد يا واد يا أبو العيلة، خد يا والي، خد يا ابو العيله. ايه دي؟ امسك. حتى بخمسه؟ امسك يا ولد، ما تكسفش ايدك. ايدك ايدك يا ابو العيله، خدها من العمده ما تكسفوش. امال دي بركه من ايد سيدك العمده ولا. وبعدين لعلمك العمده دي لما يطلع حاجه بايده الشمال ايده اليمين ما تدرش عنها حاجه. وبعدين ما انت هتبقى تسدها يا ابو العيله. ودي تتسد ازاي؟ تسد بالراحه يا ابو العيله، ما تأخذنيش يعني، انت دلوقتي متصاب يعني عدوع وعاطل من غير لا جبله ولا مشغله ثلاث اربع ايام، وانا محبه ليك يا واد يا ابو العيله حسترجى حضره العمد ان البنت فاطمه كل يوم تروح له تدور ثلاث اربع ساعات
هاي برضو تساعد الناس اللي بيشتغلوا في الدوار. ولا يا عمد؟ وانا قبلت رجاك، قبلت. ألف سلامة يا أبو العيلة. الله يحفظك يا أبو العوم دي. أنت واقف كده ليه يا والي؟ يلا بينا. سلامة دراعك يا أخويا. اتفضل يا عوم. يلا يا رجالة. قلنا رجله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.